طلاب الثانوية العامة في مصر بدأوا مرحلة كتابة الرغبات الخاصة بيهم لدخول الجامعات والكليات المختلفة، ولحظة دايما بتكون فيها نوع كده من القلق شوية. احنا هنكتب ايه الرغبات هتترتب ازاي؟ ممكن الرغبة الاولى ما تجيليش، طب تجيلي التانية، ممكن تجيلي الرغبة رقم 10. فكل ده محتاج مننا دقة ومحتاج تفكير بشكل مختلف علشان نقدر ان احنا نلاقي الاختيارات السليمة أو نقع في الاختيار السليم حسب البدائل اللي حطيتها علشان أدرسها وأكمل مستقبلي. صحيح، النهاردة هنتكلم عن النصائح وعن التوجيهات اللي ممكن تساعد طلابنا أن هم يختاروا كلياتهم المناسبة بشكل صحيح. هنتكلم إزاي نكتب الرغبات الصحيحة، إزاي يبقى ترتيبنا منظم، إزاي يكون تفكيرنا بيحدد أهدافنا اللي إحنا عايزينها في المستقبل. بصحبتنا النهارده دكتور حسن شحاته، الاستاذ بكليه التربيه جامعه عين شمس، هيكلمنا عن كل هذه الاشياء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ هيبه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هل في فن لكتابه الرغبات يا دكتور؟ هو قبل كتابه الرغبات لابد ان احنا نضع امامنا مجموعه من العوامل. العامل الاول المجموع الكلي للطالب اللي هو هيأهله للقطاع الطبي او الهندسي او العلوم الانسانيه. واهم من المجموع الكلي مواد التخصص او المواد المؤهله للجامعه او للكليه، يعني الطبيعه والاحياء، الطبيعه والرياضه لكليات قطاع الهندسه، الكيمياء والاحياء لقطاع الطب، اللغات لقطاع العلوم الانسانيه، فلابد ان يكون متفوق او دي تعتبر مؤشرات تساعده في الاختيار. لان الاختيار بيكون في ضوء رغبه الطالب، في ضوء المقدره الماديه للاسره، لأن المعيار المادي مع المعيار العقلي بيشكلوا الاثنين لدخول الجامعات الأهلية أو الجامعات التكنولوجية، لأن الجامعات الحكومية 27 جامعة دي مجانية ما فيش مشكلة فيها، لكن الجامعات غير الحكومية الخاصة والأهلية والتكنولوجية وروافد الجامعات الدولية في العواصم الجديدة دي كلها بتشكل عبء مالي على الأسرة، لابد أن الطالب يضع في اعتباره هذا العبء المالي. يبقى عندنا المجموع الكلي للطالب، المواد المؤهلة للكلية التي سيلتحق بها كمؤشر لميوله، لأن ممكن يبقى ميله طب لكن واخد في الكيمياء والأحياء درجات ضعيفة، واخد فول مارك في الدرجات في اللغات أو الفيزياء والكيمياء مثلا. فلابد نحط هذه الاعتبارات. أنا عندي 75 رغبة، ما اعتبرش ان انا بقى دي. طبعا متشكرين جدا ومبروك للشريحه اللي بتقدم دي، اول شريحه حقها الاختيار الكامل دون غيرها في جميع الكليات وجميع الجامعات، لان دول متفوقين. دي المرحله الاولى مفروض. المرحله الاولى خليني اقول لك حضرتك، لكن مش كل المرحله الاولى بيجي له اللي هو كاتبه اول رغبه او ثاني رغبه. ما هو دي بقى دي القضيه الاساسيه، ولا الرغبة العشرة ولا الرغبة العشرين. صحيح. ولا الثلاثين. لابد ان نضع في اعتباري انا كطالب ان الرغبة اللي هتجيلي رقم 70 او 75، فلازم ارتب كل هذه الرغبات عشان ما ارجعش بعد كده انتظر في السبنسة في الاخر عشان احول الكلية اللي انا عايزها. طب ما قدامي من الاول لابد ان اضعها في الاعتبار. الحاجه الثانيه لابد ان احنا نبتعد عن مستشاري اختيار الكليات بالفلوس اللي طلعوا على الـ على الـ على السوشيال ميديا. في بقى الدوله موفره تسهيلات كثيرة جدا في كل جامعة من الجامعات، في معمل وفي مكان لوضع الدرجات ووجود الآباء والأمهات وأولياء الأمور مع الطلاب للاختيار، وفي أستاذ متخصص في كلية دي داخل الجامعة للمساعدة في وضع الرغبات ووضع هذه الأمور. فلابد ان احنا برضه نستشير هذا، لان الموقع حضرتك، الموقع استاذ مصطفى، الموقع الجغرافي مهم جدا. ما بقاش انا ساكن في اسوان واكتب جامعه القاهره او جامعه عين شمس، طبعا انا عندي جامعات اسوان موجود فيها كل الكليات، فلابد الموقع الجغرافي، لان الكمبيوتر هيرفض ان انا احط رغبتي مختلفه عن المكان اللي حصل مين نوع الثانويه العامه. إذا الكمبيوتر نفسه ممكن يرفض؟ يرفض يعني طبعا. يعني متبرمج ان انا حتى لو كتبت حاجة غلط هو نفسه مش طبعا، لان عنده قواعد، القواعد المبرمج عليها اللي هو
اللي هو الدرجة الكلية، الدرجات الفرعية بيغذيها، بعد كده موقع المدرسة اللي خد منها الثانوية العامة موجودة، فدي بتحدد له عدد من الكليات داخل الجامعات محدد ليه. يعني أنا ما بقاش في مصر الجديدة واكتب جامعة القاهرة، ما أنا قدامي جامعة عين شمس. فدي نقطة مهمة يا أستاذة هبة، لابد إن احنا نراعيها، الموقع الجغرافي والإضافة إلى الدرجة الكلية للمواد المؤهلة لرغبة الطالب، رغبة الطالب يعني يعني معلش معذرة خلي رغبة الطالب رقم واحد، لكن أنا كأب وكأم وكإخوة بنقعد معاه بنناقشه، هل رغبتك دي تتفق وميولك بتتفق مع درجاتك؟ ما أنا هقعد أبقى في الهندسة، لكن درجاتي مش كويسة. طب في كليات بيبقى جواها تنسيق داخلي وبيبقى جواها كليات صغيرة. قدرات. لا يعني. زي مثلا كلية البنات أو كلية التربية عندنا. تخصصات التجارة. رياضة، فيزياء، كيمياء، أحياء. دي مواد علمية. عندنا مواد اللغات الأربعة، العربي والإنجليزي والفرنساوي والألماني، وعندنا العلوم الاجتماعية. ازاي اعرفها؟ يعني انا معلوماتي مثلا انك لو جبت مثلا درجة كويسة في كلية علوم دي بقى فأحياء تطلع طب. دي بقى نتيجة للضغط والوساطة من الذين يعلم يعني ذوي المكانة او من غير ذوي المكانة لا قيمة لهم، لأن بيحطوا الدرجات. بقول قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية جامعة عين شمس الدرجة من 60 هياخد لغاية 52. والله اللي واخد فوق 52 فأكثر وما اتخدش يقول لنا يتحط اسمه، لكن واخد أقل ما يتحطش. 51 ونص ما يجيش، لأن أنا باخد الرغبات الطالب بيعملوا زي ما أستاذ مصطفى قلت، بيكتبوا رغبات داخلية داخل الكلية. هذه الرغبات الداخلية ده تنسيق داخلي بقى بيبقى داخل داخل الكلية. هو داخل كلية الآداب. أيوه. آداب عين شمس مثلا. عنده أقسام اللغات كلها وعنده أقسام العلوم الاجتماعية كلها. فلابد إن يختار بعد كده التخصص اللي عاوز فلسفة. عاوز مثلا لغه اسبانيه، لغه صينيه، عاوز اي مش لغه انجليزي او فرنساوي. صح. ومش موجوده عنده. صحيح. فالطلبه بيقدموا، فنشوف القسم الصيني عاوز كم طالب، عاوز 20 طالب، بياخدهم من فوق لتحت. دي كمان في الكليات اللي فيها اقسام اللغات. اللغات او العلوم الاجتماعيه يعني كليات. طب لكن الهندسه مثلا او الطب او العلوم ما فيهاش كلام. طب يا دكتور لو في كلية ملهاش نظير، يعني مثلا حضرتك قلت مثلا لو حد ساكن في حي مصر الجديدة لازم يقدم عين شمس، طب في جامعة القاهرة فيها كليات ومش كلية موجودة في عين العلوم. شمس مثلا، هل الكمبيوتر هيرفض؟ لا مش هيرفض، لأن دي كلها لأن هو ملهاش نظير في جامعة عين شمس مثلا. في جامعة عين شمس دي الكمبيوتر يسمح لها إنها تخش. وبعدين الدولة موفرة مكان معمل وموفرة ماشينز آلات وكمبيوترات وموفره اساتذه للاستشاره مجانين وقاعدين موجودين لخدمه هؤلاء الطلاب. احنا زمان كنا بنقف في الشمس ونقف طابور قدام مش على ايام يعني على ايام اولادنا يعني من قبل عصر السيسي كانوا بيقفوا طابور ودون تحيز قبل سنه 14 بنقدم ملف كده كنا بنقف طابور في الشمس ويقول لك الشباك ده المجموع من كذا الى كذا والشباك ده من كذا الى كذا. فتلاقي العيال اللي واخدين مثلا الطلبه اللي واخدين درجات عاليه جدا بنات وبنين واقفين اللي هو 98. وطبعا يعني خليني اقول لكم بصراحه ان لابد الدرجات تعبر عن القدرات. انا ما احرجش الدوله واجيب امتحان الثانويه العامه زي ما هو حادث من كتاب الوزاره الطلبه يحفظوا ويستظهروا والشرايح تبقى عاليه كلها. طب ما انت بتحرج الدوله، بتقول لي الشرايح عاليه فوق 90% وما تدخلش في الجامعه، لان الدرجات دي ما بتعبرش عن القدرات، دي بتعبر عن الحفظ والاستظهار. ما بيقولوا الاسئله من الكتاب. ايام الدكتور طارق شوقي ربنا يديله الصحه كان بيجيب الاسئله الثانويه العامه لمده سنتين من خارج كتاب الوزاره. المامز وكتل الامامز عاوز الامتحان سهل وعاوز الطلبه ينجح، فضغطوا على الوزير فما رضخش لامرهم. نزل مستوى الدرجات في الثانويه العامه في ايام الدكتور طارق شوقي 10% من جميع الشرايح، نتيجه لان الامتحان ما بيقيس التحصيل بيقيس التفكير.
ويقيس القدرات العقليه العليا، التفسير والتعليل. حضرتك شايف ان ده اللي كان اسلم او ده اللي كان افضل؟ ده الافضل. انت التفوق الوهمي بيخدعنا كولي امر وبيخلع الطالب اللي هو 100% و102% والكلام ده. يا استاذ مصطفى بيخش كليه الهندسه وكليه الطب والصيدله بيرسم اعداد الطب واعداد الصيدله واعداد الهندسه المتفوقين لا، تفوق وهمي وليس تفوق حقيقي. بالاضافه الى، خليني اقول بقى الكلام اللي المفروض يتقال، يعني لا داعي ان يكون في مدارس لاولاد الاكابر وياخدوا فول مارك زي ما هو منشور في الصحف وبعدين هينجح وياخد فوق 90%، لكن هيرسب في الحياه العمليه ويرسب داخل الجامعه لان ما عندوش مقومات ان هو ياخد يخش الكليه دي، فانت بتدخله في مكان مش هيقدر يمشي فيه. فلا داعي للغش، يعني الغش ده آفة اجتماعية لابد ان نتخلى عنها حتى يكون هناك عدالة في الدرجات للطالب القادر عقليا والطالب الاقل قدرة، لان الامتحان هدفه التمييز. الامتحان لما يجي وما بقاش فيه مشكلات ويقول لك امتحان سهل، غلط. لان كده بتساوي المتفوق زي المتوسط زي الضعيف. وزاره التربيه والتعليم كمان اتعاملت مع اللجان اللي ثبت فيها لكن نوع من وزاره التربيه والتعليم وقفت ده التسيب شويه مسؤوليه لوحدها. لابد من السيد المحافظ مسؤول في محافظته عن التعليم، كل محافظ من الساده المحافظين مسؤول في محافظته، هو ده دوره، دوره ان يمنع الغش. الامن مش امن الدوله، الشرطه المفروض الداخليه دورها ان تعمل الكلام ده، ومعروف المدرسه دي اللي اتنقلوا اليها للوزاره رفضت تنقل اليها لان السيد الرئيس امر بضروره العداله في الدرجات للطلبه، لراعي العداله. فمن مراعاه العداله ان بيتصالح بالكمبيوتر مش تصليح يدوي. نمره اثنين، لابد بقى قبل كده ان المدارس يكون في رقابه مهمه من المحافظ ومن القيادات المحليه ومن اولياء الامور يعرفوا. اما انا اطلع ابني غشاش فما يطلع طول عمره غشاش. صحيح. ما ينفعش. صحيح. فانا احافظ على ابني، يعني لا ده يخش كليه صاحبها وهو غير قادر على انه يمشي فيها. انت خدعته وضحكت عليه. فارجو ان ودي المرحله الاهم الحقيقه، لان هو اللي هيطلع بيها لسوق العمل بعد كده. ففكره ان هو ما يتخدعش وان هو يخش في المناسب لمستواه يتقنه اي مكان يتقنه. عايز اقول حاجه مهمه، ان الجامعات، ودي ليست دعايه للجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه صيغه جديده ابتدع التعليم المصري في اطار المنافسه العالميه. كل الدول الافريقيه والاسيويه والدول العربيه الخليج العربي بيجوا عندنا ويتزاحموا في دخول الجامعات الاهليه لان فيها برامج جديده في اطار المنافسه العالميه. صحيح. برامج جديده بتعد لسوق العمل المتغيره والمستقبليه، بتدي وظائف ومهن مستقبليه، يا ريت. وعندنا الجامعات التكنولوجيه. صحيح. في زخم، يعني انا سعيد اني عشت عصر السيسي وشفت جامعات تكنولوجيه وجامعات اهليه وجامعات اجنبيه وجامعات خاصه. صحيح. وروافد للجامعات، ده العاصمه الاداريه الجديده فيها روافد للجامعات الدوليه وبتقدم منح الطلبة في الصعيد. السنة اللي فاتت خدوا حوالي 63 طالب، السنة اللي هياخدوا أكتر وياخدوا من الدول الحدودية، الدول الحدودية يقدموا وياخدوا الأعلى تقديرا ويعدوا امتحانات وبيسافروا هناك. لا ده هو حضرتك بيدرس كامبريدج وأكسفورد والجامعات المتميزة داخل الروافد بتاعتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة مجانا، بياكلوا ويشربوا وياخدوا كتب وياخدوا لابتوب مجانا ويتعلموا. السيد الرئيس دعا الى الاهتمام بالمتفوقين، وده نوع من الاهتمام بالمتفوقين. ابنك بيتعلم في العاصمه الاداريه الجديده. أي. بدون نفقات في جامعات دوليه، بس المفروض يحافظ على هذا المستوى في النجاح في السنوات التاليه، والا يضطر ان هو يدفع المصروفات او يحول لجامعه ثانيه. يعني حضرتك شايف ان تجربه الانتقال للجامعات في المجتمعات العمرانيه الجديده بتعمل نوع من التنوع الديموغرافي والجغرافي بحيث ان يبقى في كتل الطلاب؟ يعني حضرتك اكيد بعصرت ان كان في يعني تزاحم في القاهره ده سياحه يا استاذ مصطفى، دي سياحه تعليميه. باخد فلوس ودولارات في الدوله من الافارقه ومن اسيويين ومن الخليج العربي، في تزاحم على تخصصات دوليه
على ارض مصريه. البرامج الموجوده برامج جديده بتؤهل لوظائف مستقبليه، بتؤهل الطالب البرمجه والذكاء الصناعي. ايوه انتهى بقى عصر كليات الطب والهندسه وكليات القمه والقاره، مفيش الكلام ده. الجامعات العليه رقم واحد والجامعات التكنولوجية رقم واحد، وروافد الجامعات الاجنبيه في مصر في العواصم زي ما سيادتك قلت العواصم الجديده، وده نوع من الذكاء في الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي ما شاء الله. يعني انا بشكره من هذا البرنامج لان هو استاذ كليه الهندسه جامعه عين شمس وكان عميد هندسه عين شمس، لكن عنده خبره طويله مع زملائه ان هو طور التعليم. ما كانش 27 جامعه حكوميه فيها برامج متميزه، فضلنا قاعدين في هذا الريتم امد طويل لغايه ما جه الدكتور محمد ايمن عاشور وطور عمل الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه، وسيد الرئيس هو اللي دعا الى روافد الجامعات الدوليه، قال انا عاوز بلادي المصريين يتعلموا في مصر داخل الجامعات الدوليه. مش هيسافروا، ده داخل مصر ولا هيتكلفوا اي مصروفات، لكن داخل مصر وفي المجتمعات، والمجتمعات العمرانيه الجديده فيها اوتيلات وخمس نجوم ويتعلم وموجود وبنصف او بربع او بثلث الفلوس اللي بيقدمها فيه. دكتور حسن، واحنا بنكتب الرغبات في جزء على الطالب وجزء تاني على ولي الامر، ايه اللي حضرتك تقوله للطرفين؟ طب خلينا يا استاذ هبه نقول ان التوافق مهم قوي في المرحله دي. التواصل مهم، نقعد مع بعض، نقعد مع بعض، وما افرضش انا رايي كولي امر لان كنت نفسي اخش كليه الطب البيطري فما دخلتش، فدخل يا ابني ما ينفعش. لابد ان ما اعوضش. بص، رغبات الاباء شيء وقدرات الابناء شيء ثاني. مش رغباتي افرضها على قدرات الابناء، كل ولي امر عاوز ابنه الاول، مش هيطلع الاول. قدراته بتأهله ان يبقى العاشر، هيبقى ال 100، يبقى في اي ترتيب تؤهله لقدراته. فزي ما حضرتك قلتي الحوار والتواصل مهم جدا في ضوء القدره العقليه اللي بتعبر عنها المجموع الدرجه الكليه والمواد المؤهله، في ضوء القدره الماليه للاسره. صحيح، القدره الماليه للاسره مهمه جدا. وبعدين انا مش بعبر دعايه للجامعات الاهليه، الجامعات الاهليه مصروفاتها نصف المصروفات في الجامعات الخاصه وثلث المصروفات في الجامعات الاجنبيه. طيب في 2024 حضرتك بتنصح اولياء الامور المصريين ان هم يدخلوا اولادهم كليات ايه بصفتك استاذ في كليه التربيه ويمكن عاصرت عدد كبير من التجارب؟ بقى لي 50 سنه في التعليم. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. تنصح بيه الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه، لو انت بقى عندك مقدره ماديه وعاوز يعني تربي ابنك تعليم دولي، دخلوا في العواصم الجديده او المدن الجديده في روافد الجامعات. طب ولو معكش فلوس؟ بس انت تتحمل بقى التبعه. تمام. الفلوس ولو معكش فلوس، لكن في رقابه. ابنك وجايب مجموعه ولو معكش فلوس تعمل ايه؟ هيخش الجامعه الحكوميه المصريه. هو الجامعه الحكوميه المصريه يا استاذ مصطفى ده انها بتستقبل الشريحه الاولى. يعني ده اصل ده ماراثون، ده مسابقه. ايوه المسابقه معيارها ايه؟ ده يمكن مصر من الدول الوحيده المحترمه اللي بتعتبر ان نص الدرجه ليها قيمه. ان بيخش بالكمبيوتر ويقف عند مثلا 230 ونص خلاص. ما ياخدش اكتر من كده في الشريحه الاولى مثلا. يبقى معنى ذلك ان احنا بنوزع في شيء من العداله وشيء من الدقه وشيء من السرعه. يعني كمان يومين ثلاثه تطلع نتيجه الشريحه الاولى. بس طبعا الشريحه الثانيه تنتظر ما تبقى من الشريحه الاولى. صحيح. كله حسب قدرات. تفتكر ان يعني تفتكر ان تخصصات زي الطب والهندسه يعني ح ح ح يعني هتتراجع؟ انا بتكلم في التنسيق عموما، وهتبقى الكليات القمه زي الذكاء الاصطناعي والبرمجه هي اللي هتحل محلها، ولا هيفضل الطب والهندسه؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فتح لهم باب الجامعات التكنولوجيه والجامعات الذكاء الاصطناعي، الكليات المختصه بالكلام ده، في اقبال شديد جدا، لان السيد الرئيس قال لهم على مبالغ من الفلوس كانوا بيحلموا بيها اللي وقعوا قدامهم. لا طب بقى ولا هندسه، طب هندسه ايه؟ ده بياخد 10 اضعاف او 20 ضعف، بس بشرط ان اتقانوا للغات الاجنبيه مهم جدا،
اتقانه للتكنولوجيا المقدمة مهم جدا، لان حصول على البكالوريوس بدون اضافات، بدون يعني اديشنز، بدون اضافات، بدون دورات تدريبيه، بدون لغه انجليزيه، بدون لغه فرنسيه، بدون لغه المانيه، بدون لغه صينيه او لغه يابانيه، ولا قيمه. اللغات الاجنبيه نمبر 1، اللي معاه اللغات الاجنبيه يكسب. صحيح. يتوظف. في يعني سوق العمل. بنتمنى طبعا التوفيق لكل الناس، وكله ياخد اللي هو عايزه واللي يتمناه يوصل له. فدوه قدراته. بس حضرتك ذكرت النقطة المهمة هي إتقان اللغات ومهارات الحاسب الآلي والكورسات المختلفة اللي بتبقى بالتوازي الحقيقة مع سنوات الدراسة. مع البكالوريوس طب ومع البكالوريوس هندسة. بكالوريوس هندسة بدون لغات أجنبية وبدون تكنولوجيا، وبكالوريوس طب بدون لغات أجنبية وتكنولوجيا. صحيح. مش هيتعين. صحيح. مش هلاقي شغل. صحيح. صحيح. عشان من الناس اللي بفهمها من الاول، مش ان هو يخش طب هيفتح عياده، لا مش هيفتح عياده. صحيح. ومحدش هيجيله لانه ما بيفهمش حاجه في التكنولوجيا وما بيتقنش اللغات، فما بيطلعش على المجلات الاجنبيه، ما بيطلعش على البحوث الجديده. أيوة. ما عندوش تنميه مهنيه، ما عندوش تنميه مهنيه تساعده، لان الجامعه بتدي له ستاندر معين لغايه السنه اللي اتخرج فيها. العلم بيتقدم. صحيح. لابد يطلع على المجالات الاجنبيه. لا، ومهارات ازاي تقدم نفسك كمان، يعني تعبر عن نفسك وتقدم نفسك وتقدم ابحاثك، وكل ده مهم. مهارات جدا. مهمه جدا بيتم اكتسابها في المرحله دي من التعليم. اكتسابها في ضوء قدرات الطالب، واكتسابها في ضوء مسانده الاسره، لأن الأسرة لابد أنها تساند حتى يتفوق الطالب. بالظبط كده. شكرا لك دكتور. دكتور حسن شحاتة، الأستاذ بكلية التربية جامعة شمس، يمكن كلمنا عن كيف يمكن أن نختار الرغبات الخاصة في التنسيق الخاص بالثانوية العامة. وأعتقد ده السؤال الأهم والأبرز لكل أولياء الأمور في هذه المرحلة. شكرا لك مرة ثانية دكتور، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا دكتور.